بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أبارك لكم أحبتي أعزائي عيد الغدير الأغر، عيد الولاية، عيد الله الأكبر. سيد صادق ما قلت اسمي، سيد صادق ما قلت اسمي ولا قلت شيء. زين نبدأ أول شيء قبل المسابقة، راح أقول لكم قصة. هذه القصة تنتبه لها زين ما زين، لأن أغلب الأسئلة راح تكون من هذه القصة. بس قبل لا أقول لكم القصة، أنبى هدوء، أنبى انتباه، أنبى صلاة على محمد وآل محمد. كان يا مكان في قديم الزمان، في السنة العاشرة للهجرة، كان النبي راجع من حجة الوداع. هو النبي حج حجة واحدة، هذه حجة الوداع في السنة كم قلنا؟ عاشرة للهجرة، وتحديدا في يوم الخميس بتاريخ 18 ذي الحجة 10 هجرية، راجعين من أداء الحج. لما وصل النبي مع المسلمين إلى منطقة اسمها غدير خم، نزلت على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم آية التبليغ اللي تقول: يا أيها الرسول، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. لما وصلت آية التبليغ للرسول، الرسول وش سوى؟ شباب اللي ورا هناك طبعا وصلوا لغدير خم، فسوى مجموعات بحيث انه ارسل رسول الى الجماعة المسلمين اللي طافوا الرسول. طبعا كانوا طالعين من الحج ورايحين ديارهم، فارسل رسول قال لهم: رجعوا اللي سبقونا، وراح نبقى في هذه المنطقة اللي اسمها غدير خم ننتظر اللي جايين عقبنا، حتى كنا نتجمع في هالمنطقة. المنطقة اسمها غدير خم، هي منطقة مفترق طرق، يعني هذه المنطقة الحجاج، جميع الحجاج تقريبا منهم المصريين والأفارقة واللي بيروح حتى المدينة المنورة يفترقون في هذه المنطقة، يعني منطقة الالتقاء والتفرق. فلما جو اللي تقدموا على النبي وجو لحقوهم اللي تأخروا، أمر النبي إنه يأذنون أذان الظهر. أقاموا الأذان وصلوا مع النبي، بعد الصلاة ركب النبي يخطب في المسلمين، ومن ضمن ما قال في الخطبة بعد ما جود إيد الإمام علي ورفعها فوق وقال: يا أيها الناس، أيها الناس، من أولى بالناس، من أولى الناس بالمؤمنين من أنفسهم؟ النبي يسأل الناس: يا أيها الناس، من أولى الناس بالمؤمنين من أنفسهم؟ جاوبوا: الله ورسوله أعلم. قال النبي: إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين، وأنا أولى بهم من أنفسهم، فمن كنت مولاه فعلي مولاه. وقالها 3 مرات: من كنت مولاه فعلي مولاه. ثم قال: اللهم والي من والاه، وعادي من عاداه، وأحب من أحبه، وابغض من أبغضه، وانصر من نصره، واخذل من خذله، وأدر الحق معه حيثما دار. ألا فليبلغ، فليبلغ الشاهد الغائب، يعني اللي حاضر يبلغ الغايب. وانتهت قصتنا هني. إضافة إلى القصة راح نقول كم اسم إلى الإمام علي حتى تحفظونهم وتعرفون تجاوبون على أسئلة. الإمام علي له عدة أسماء وألقاب، منها على سبيل المثال وبشكل سريع
علي بن أبي طالب أمير المؤمنين، حيدرة الهادي الأذن الواعية، أمير النحل المرتضى الأنزع البطين الشريف، بيضة البلد حجة الله أبا الحسنين، أبا تراب يعسوب الدين النبأ العظيم الفاروق، صاحب اللواء الأبطحي الحصين الكرار، وغيرها كثير. وصلوا على محمد وآل محمد. حياك سيد أنوار. محمد وآل محمد. طبعا الأسئلة 90% كلها من القصة ومن الأسماء، فاللي انتبه راح يجاوب بسهولة. أول رقم سيد أنوار، راح تبقى مكانك. طبعا أول أرقام راح نبدأ بالجوائز الصغيرة هذه الملونة، والأرقام اللي عقبها الجوائز اللي واقفة، وآخر شيء الأرقام راح تكون أسئلتها على الدراجات الهوائية. أول رقم سيد 34. 34. بس خلك مكانك سيد، تعال روح عندك، اقعد مكانك، تعال. بس رفع الرقم، تأكد من الرقم. 34. باشوف الرقم سيد. 34. اسمك وصفك. سيد هارس سيد محمود، أول إعدادي بارح ثاني إعدادي. ثاني إعدادي، زين سيد، هذه مش شوي مثلت ها، يعني لازم أسوي لكم مسابقة سهلة بس صعبة شوي. زين، فأي يوم أسبوعي كانت حادثة الغدير؟ يوم الخميس. يوم الخميس، وإجابتك صحيحة واستلم جائزة. صلوا على محمد وآل محمد. قوم سيد خذ جائزة. سيد طه. سيد طه حياك كرمهم. الرقم الثاني. يوم الخميس سيد الجائزة اللي تحت. 46. 46. وانت مكانك رفع ايدك. وين 46؟ من عبد حسين تأخرت شوي. 46. قاعد حبيبي قاعد. وايش اسمك؟ رضا. وايش؟ حمل عبد الله. فأي صف رضا؟ أول. يعني كبير واجد ها؟ بتروح صف الثاني لو بتروح صف الأول؟ صف الثاني. أول وايش؟ من هو مدرس مالك؟ حسين. أستاذ حسين، زين. في صف الأول رضا. وش أسألك رضا؟ زين رضا، تعرف اسم أم الإمام علي وش اسمها؟ فاطمة بنت أسد. أكو شاطر مله يعرف. يلا قوم صل على محمد وآل محمد. قوم. رقم سيد. طبعاً اللي يطلع رقمه الحين من الصغار كأنه مصيبة عنده، لأنه ينتظر أكيد الدراجات الهوائية. رقم 9. رقم 9. وأنت مكانك منو 9؟ قاعد. باشوف 9. أنت ما أعتقد 9، أنت في 30. لا 9 بدلت الأرقام ها. زين اسمك؟ سيد علي. سيد علي وايش اسمك الثلاثي؟ سيد علي سيد محمد علوي. أي صف سيد؟ أول. أول ابتدائي؟ معدادي له. زين أول ابتدائي. زين أم الحسن والحسين زوجة الإمام علي، تعرف اسمها؟ فاطمة. فاطمة وشاطر. وصلوا على محمد وآل محمد. السيدة فاطمة. الرقم الرابع. رقم الرابع سيد. 28. 28. مكانك منو 28؟ اكو هني في مفاوضات على 28، كل واحد يتنازل عنه. يبون السيك. روح لولد اكو حسن. منه 28. حسن. حسن 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 هذا رقمه. رقم من؟ متاكد رقمه؟ وايش اسمه؟ اسمك بابا. وايش؟ عبد الله. قوم عبادي، قوم قوم جائزة. الرقم الخامس. رقم الخامس خلى بروحه يكويدلي. 21. 21. اقعد مكانك حسن. حسن اسمه؟ ما ادري اسأله. وش اسمك؟ سيد احمد. سيد احمد وايش؟ سيد هاشم. سيد احمد سيد هاشم. فأي صف سيد؟ الخامس. زين
زين ممتاز، عمرك مناسب للأسئلة. زين، تعرف أي صلاة النبي قال لهم يأذنون حقها قبل عيد الغدير أو قبل واقعة الولاية أو غديرهم؟ صلاة الظهر. صلاة الظهر سيد وشاطر، وصلوا على محمد وآل محمد. رقم السادس، رقم 41. 41 41 منهم، وانت مكانك 41 منهم. هذا الصغير اسمك بابا، شوف الرقم. مجتبى. ما اشوف رقمك مجتبى. كم مكتوب؟ 41. في اي صف مجتبى؟ بروح الاول. ما شاء الله بتروح الاول. اسمك مجتبى وايش؟ حسن. اجابتك صحيحه، استلم جائزتك. تعال مجتبى. الرقم السابع، رقم سبعة. رقم سبعة. رقم سبعة من رقم سبعة؟ سبعة أخو. أخو واسمه محمد. أكيد محمد حسن. سبعة. سأل أي صف محمد؟ أروح الخامس. ممتاز، بتروح الخامس. إنزين، في أي شهر هجري كانت حادثة الغدير؟ إحنا في أي شهر الحين؟ شهر لفي الحج. أي شهر؟ للحج. شاطر، وصلوا على محمد وآل محمد. خذ جائزتك. اللهم صل على محمد وآل محمد. شباب ما في صلوات، صلوا على محمد وآل محمد. رقم 39. 39. وين 39؟ 39. 39 ارفع ايده. 39. اقعد يوسف، هو رقمه رقم. استريح بجيك. هاكو يوسف، اقعد على الكرسي. تعال تعال يوسف تعال. وين مكانك؟ 39. وين مكانك؟ واسمه مو يوسف، هذا هاني. كنا اقعد مكانك هاني. ها واسمه هاني علي جلال. هاني علي جلال اسمكم. زين اخوك علي وش اسمه؟ اسمك هاني علي جلال. زين عجل جعفر اسمه جعفر علي جلال. ايه لا مصمم بعد. زين في اي صف؟ رابع. صف الرابع. رابع ثانوي. هيا اقوم الاسم. روح استلم جائزتك. روح دام 58. رقم 58. منو رقم 58؟ هو فوق الكرسي ارفع ايده. 58 منه؟ 58. أدام هذا اسمه هاني علي جلال، يمكن أنت اسمك خليل السيد علي؟ لا، سيد علي السيد خليل. سيد علي السيد خليل. 58. في أي صف سيد؟ بروح السادس. بتروح السادس. سؤال سهل المفروض. قلنا الحادثة صارت في أي سنة هجرية؟ بداية القصة قلتها أنا، هي سنة حجة الوداع العاشرة هجرية. العاشرة هجرية. ولك جائزة يا سيد. الرقم، أرقامكم بطلوها، افتحوا الأرقام. 45. خمسة. مكانك منو؟ 45. اكو سيده سيد علي الاحمر. سيد اخر جائزه قبل السياكل، يعني انت محظوظ ومو محظوظ. واسمك؟ سيد محمود. في اي صف سيد؟ ثالث. ثالثه. زين تبيعني رقمك واعطيك رقم ثاني يمكن يطلع لي سيكل. يمكن يطلع لي سيكل، تبيعني اياه؟ ساكت. زين سيد بتروح الثالث. زين اول زوجه للنبي محمد وآلي محمد وايش اسمها؟ ام الزهراء. السيده وايش؟ السيده خديجه. شاطر سيد، وخذ جائزتك. الحين انبى صلوات قويه لان السيكل راح يبدا. يلا صلوات على محمد وآلي محمد. طبعا الحين اللي يطلع رقمه
لازم يجاوب ما لي خصنا تصرف انت وروحه. الثيكل الاول رقم في ثلاثة الله يعيننا على ولدك. 33 33 اكو بصيح هنا سيد. خلي يسأل اول. خليك واقف سيد واقف حق يشوفونك. الرقم الرقم يشوفونك. ارفع الرقم كذي. اسمك سيد؟ سيد جواد سيد باقر. سيد جواد سيد باقر. سيد وش؟ جواد. وش صير لك رئيس الماتم؟ ولد عمي. يعني نسوي لك واسطة قولك. اوكي اوكي. زين سؤال سيد. سؤال يقول عطني اسم من اسماء او سهل عليك هذا سيد واجد سهل. زين في حديث نسينا نقوله في القصة راح نجيبه ونعطيك منه سؤال أسهل بصير يعني. زين قال الإمام الصادق عليه السلام عن حادثة الغدير: إن يوم الغدير عيد الله الأكبر، وما بعث الله نبيا إلا عرفه حرمته، وإنه عيد في السماء والأرض، واسمه في السماء يوم العهد المعهود، واسمه في الأرض يوم الميثاق المأخوذ والجمع المشهود. سيد ويش اسم عيد الغدير في السماء؟ قال الإمام الصادق اسمه في السماء يوم ال مهد المعهود. شاطر يا سيد وغششناك وبعد ما انت عارف تقول الجواب خذ جائزتك. خذ جائزة. صل على محمد وآل محمد. السيكل الثاني اللهم صل على محمد وآل محمد. تعال صور إياه. زين اصبر اصبر. السيكل وش قال سيد؟ من قال ما يبي نازل عنه. مكرمة عطاكم. انزين نسحب للسيكل اللي عند سيد طه. يلا السيكل الاصفر. سيكل الاصفر. ثاني سيكل. ثاني سيكل رقم في ستة. 60 60 ستة صفر. سيد صادق الله تستاهل بدل التقدير. سيد صادق انت سيد؟ لا لا لازم اسالك سيد. وش تقرا؟ اقرا لي شيء من اللي ما قريته. عندك شيء ما قريته؟ وينه؟ بس هذا اقرا لي هني اخر شيء اخر ثلاثة اسطر. اللهم اجعلنا ممن يتمسك بولاية علي بن ابي طالب عليه السلام. الان مع مشهد مسرحي. يلا روح بيقرا بعد. خلي يجي سيد سيد جعفر. خلي يجي الصغير. روح انت روح. اخوك هذا لو هذا صور اياه بعد. سيد صادق حق الصوره صور اياه. اخر رقم. اخر رقم من خلي اللي يسحبه واحد جديد. اول مره يسحب. قاعد قاعد ما من واحد غير. قاعد سير قاعد. سيد يوسف تعال اسحب على سيد يوسف. سيد حسين تعال اسحب على صور. خلي واحد يصورك. اسحب ولد غش. يلا اخر رقم واخر سيكل. رقم مميز طبعا. ارقامكم لا تقطونهم في الارض. عندكم اكياس القمامة. الرقم في صفر. لما في رقم صفر خلاص استسلم. رقم عشرة. عشرة. شوف المآسي اللي صارت. سيد هاشم ولدي ما لي ما يهمني. باش هالواسطة. سيد هاشم اسمك يستاهل هالشوف. هذا كبير عليك السيكل اخذ لي. لا. يلا خذ السيكل. تبادله. يلا ما على اصبر عقب الصورة نبدل اياك.